ولا يلزم كفائدة اللغوية تفيدنا في التفسير، لا يلزم إذا جاءت يا التي للنداء أن تكون للنداء، لكن الأصل فيها أنها للنداء، وقد تأتي للتنبيه على أحد أقوال أهل اللغة، وذلك في مثل قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، فتكون يا هنا للتنبيه، وذلك لأنها ما دخلت على اسم وإنما دخلت على حرف، ومعلوم أن النداء من علامات الاسم لا من علامات الحرف ولا من علامات الفعل، فتكون يا للتنبيه وليست للنداء، وهذا أصوب من قول من يقول إن المنادى محذوف، وذلك لأن الأصل عدم الحذف.